عسلامة عسلامة، شحوالكم؟ ان شاء الله بألف خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نعمل مع بعضنا حاجه ياسر مزيانه. كما تشوفوا ما شاء الله تصور باش ينطقوا، اللي هي خليط النحل في شكل هلال رمضان. وتيل ما عجبتني كي جيت نقص فيها، ما هنتش عليا باش نقصها. ان شاء الله تعجبكم انتم زاده، وان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. قبل ما ندخلوا في الروسيت والطريقه، ما تنسوا باش تحطوا لي لايك وكومونتير وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتوا يلا ندخلوا بعضنا الكوجينه، نشوفوا الطريقه ونشوفوا المكونات. بالنسبه للمكونات سهلين على الاخر ونورمالمون متوفرين في كل دار. 300 غرام فارينة باش نحط عليهم مغرفه صغيره خميره خبز ورشه ملح ومغرفه كبيره سكر. بالنسبه لمغرفه الخميره ومغرفه السكر ما يبداوش مكومين، يبداو ممسوحين. وباش نحط عليهم 60 مليلتر زيت نباتي، تنجموا تخلطوا بين الزيت والزبده، والا معناه انا ما خلطتش، حطيت زيت اكاهو. و 250 مليلتر حليب دافي. بالنسبه للحليب هاكا صبوا بشوي بشوي كالعاده، وعينكم ميزانكم، على خاطر انا ما استعملتوش الحليب هذاك اللي حطيته، ما استعملتوش الكل. وبالنسبه للحليب ما لازموش يكون بارد وما لازموش يكون سخون برشا كالعاده، لازم يكون دافي باش ما يقتلناش الخميره ويخليها تتفاعل. تو باش نلمو كيف ما تشوفوا بالحليب بشوي بشويه ونعجنوها بالقدا. بالنسبه للعجينه ما لازمهاش تكون تتلصق وما لازمهاش تكون يابسه، لازمها تكون عجينه متماسكه وشاده روحها. تو بعد نوريكم التكستير لازمها كيفاش لازمها تكون. هوني هاكا قعدت نزيد في الحليب ونعجن، نزيد في الحليب ونعجن، ما حطيتهاش في البلان دو ترافاي يعني باش نعجنها بالكدا، خاطر وانا نلم ديجا قاعده نعجن وهي ما تستحقش عجينه برشا برشا. وبالنسبه للحليب ما استعملتوش الكل، راني قعدت نزيد بشوي بشوي، دونك الكل في الكل استعملت 200 مليلتر كهو. وانتم زيد هكا صبوا بشوي بشوي، واذا كان حتى صبيتوا وجاتكم جاريه والكل عادي راهو زيدوا شويه فارينه، واذا كان جاتكم يابسه زيدوا شويه حليب نورمال، ما فماش حتى مشكله. هايك التكستور كيفاش لازمها تكون، لازمها تكون طريه ومتماسكه شاده روحها بالكدا. شوفوا ما شاء الله العجينه كيفاش مخدومه بالكدا، وهايك ولات رطبه وبيضه كيف هكا بالضبط. تو باش نغطيها ونخليها تخمر. قبل ما نغطيها باش نحط شويه زيت من فوق ومن اللوطه باش ما تعملي شكل قشره. بالنسبه لي انا قعدت نص ساعه باش خمرت، خاطر الدنيا سخونه على الاخر. كان الدنيا بارده هاكا عينكم ميزانكم كي تشوفوا الفوليوم ولا دوبل، يعني صايره خمرت. هوني صايي العجينه خمرت، باش نبدا نخرج منها الهواء كيما تشوفوا في الفيديو، يعني بشوي بشويه. ومن بعد باش نتعدى نشكلها، باش نشكلها لازمهم يكونوا ديبول صغيرين على الاخر، ناكد ونعاود لازمهم يكونوا صغيرين باش تعطينا شكل مزيان. انا هذاك الكل ونسمى كبرت شويه، خاطر صغرت ما عاد فيها يعني كهو. لهنا كيف ما تشوفوا باش نحلها هكا بالطريقه هذه، باش تسهل عليا القصان، ونبدا نقصها بشوي بشويه. وتو بعد لقصيتهم باش نبدا نشكلهم كيف ما تشوفوا، دي بول صغار. واذا كنت تحبوا باش يجيوكم يعني مستويين قد قد نجموا راو توزنوا، اما انا عملت عيني ميزاني ما وزنتش، نحاول نصغر وكهو. وبالنسبه للحشوه انا باش نحشيها بجبن اللي نستعملوا في التشيز كيك، يبدا ماهوش مالح برشا خاطر هي حلوه انا باش نعملها. اذا كنت تحبوا تبدلوا الحشوه نجموا تبدلوا بالشوكولا، والا كان تحبوا تعملوها مالحه تنجموا زيدها، خاطر راهي ماهيش حلوه البات هذه، تجي سكري كيما تنجم تجي سالي. وهوني صايي كملتهم. هذاك الفروماج اللي باش نحشي بيه معروف ديجا، موجود يعني في كل بلاصه، وهاكم الكبر متاع الدائره كيفاش لازمها تكون. وكهو بالنسبه للفروماج باش نقصه كيف ما تشوفوا، يبداو مربعات صغيرين
ونبدا نحشيهم. بالنسبه للشكل نتاع الهلال راهو ساهل على الاخر، يعني ما يتطلبش مول ولا حاجه، هاو باش نوريكم كيفاش، وان شاء الله تطبقوا وان شاء الله تجيكم ناجحه وتجيكم بنينه. هاو كخذيت المول اللي باش نعمل فيه، باش نحط فيه صحن. انا صحن هذاك حسيته كبير شويه، راهو باش نبدله من بعد، غير جوست حبيت نوريكم خاطر الاسباس جاتني صغيره برشا، باش تهز هكا كعبيت شويه بالكل، ماهيش باش تجيني كبيره. باش نبدا نوريكم كيفاش بديت نعمل، وبعد بدلت حطيت صحفه مع اصغر. هوني باش نبدا نحشيهم كلهم بنفس الطريقه، كل بول نحلها هكا شويه ونحط فيها طرف فرماج اللي قصيته ونسكرها بالكدا بالكدا. حبيت نوريكم طريقه التشكيل، ما حبيتش نجرب برشا في الفيديو، باش اذا كان جربوها هاكا تجيكم حاجه سهله، هاكا كان حسيتوه طويل شويه تنجموا تجربوا شويه. المهم لهنا في الوسط يبداو الكعبات كبار، لي بول يعني كبار، وكي توصلوا للاحراف صغروا شويه باش يجينا هلال هكا فورما مزيانه. يبدا في الوسط اخشين، وفي الاجناب هكا جويد شويه، ان شاء الله يكون كل شيء مفهوم. اي فوالا، هذايا الهلال نتاعي صايي كمل، والعجينه هاكا فضل منها. اذا كان المول نتاعكم يعني قد المول نتاعي نقصوا شويه، واذا كان اكبر زودوا في الكونتيتي، يعني سهله على الاخر. خذيت شويه حليب حطيت فيه شويه نسكافيه، وباش ندهنها لكلها باش بعد تعطيني لون ذهبي مزيان. هو المفروض في الاصل في الوصفه الاصليه راهو تعاود تخمر مره ثانيه، مي انا تلمو الدنيا سخونه على الاخر، لو طون اللي انا قاعده نشكل فيهم شوفوا كيفاش ديجا خمروا، مانيش باش نخليهم يخمروا مره اخرى. اذا كان انتم الدنيا بارده بعد تشكلوهم تخليهم ربع ساعه اخرى يخمروا، ومن بعد تدهنوهم راهو بالنسكافيه والحليب. وتوا بتبيع الفور قاعد يسخن، حطيته للماكسيموم، وبعد باش نقص فيه نحطه على 180 درجة باش تشيب من لوتا كهو، وبعد نشعل فوقاني باش تعطيني اللون الذهبي المزيان. وبالطبيعة بالنسبة للفور كل فور كيفاش راهو، ولهنا هايك شوفوا كيفاش طابت ما شاء الله، جات تشرح بالحق، محلية محلية قديش عجبتني، ان شاء الله تعجبكم انتم زيدة. بالنسبة للصحفة دخلتها بها وما صار لها شيء، لا طرشقت لا حد شيء، تحبوا تنحيوها نحيوها راهو كيف ما تحبوا. لهنا يصيروا هذيك خفيفة على الاخر، هذه اللي شاركتوا معكم في التحضيرات المسبقة لرمضان، باش نسقيها بشوية شحور، مانيش باش نكثر برشا برشا، وباش نزينها من الفوق بشوية فستق هكا. هاو هذه هي الريسيت نتاعنا لليوم، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها. كما تعرفوا توا رمضان وشهيوي باش تكثر والكل، اعطيوني شنو تحبوا، تحبوا يعني مينيو كامل طاولة كاملة والا ريسيت كهو في فيديو واحد، اعطيوني اقتراحاتكم وشنو تحبوا وشنو ما تحبوش، اذا كان عندكم حاجة معينة زيدها كيف كيف اكتبوا لي في لي كومونتير، ونستنى تشجيعاتكم ونستنى تعليقاتكم، وان شاء الله يعجبكم الحاجات اللي باش نقدمهم. اذا كان جربتوا الريسيت ما تنساوش باش تبعثوا لي التصاور نتاعكم على انستغرام، تنخلي لكم اليوم تاعي في البارد انفو، وبالحق ننصحكم تجربوها بنينه على الاخر. واي ريسيت من لي ريسيت ابعثوا لي التصاور نتاعكم. وهذه هو الفيديو نتاعنا كان لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وتو مازال كيمش نقول لكم بالسلامه وعلى بروشين ان شاء الله، باي باي.